سئلتي سؤال مغرض عن تمثيلك في مصر وإنك بقالك فترة طويلة ما اشتغلتيش في مصر، وهل جماهيريتك وشهرتك قلت مؤخراً لأنك بطلتي تشتغلي في مصر؟ قلتي هرجع أشتغل في مصر وأقعدهم في البيت، لو رجعت هيقعدوا في البيت. لا. واتخذت عليكي، اتحسبت عليكي. اتحسبت عليا واعتذرت. هو السؤال ما كانش يعني ما كان على الممثلين المصريين، هو سألني إنه أنت بالفترة يلي بعد أسمهان، بعد كليوباترا، كان في عندك عقود كتير، كنا بنسمع إنه أنت عندك كتير أعمال، وهي الفترة الذهبية يعني. فقال لي إنه هي النجومية وهي الشعبية والعقود اللي صارت أنت تركتيها ورجعتي بلدك بالفترة الصعبة. فإجوا نجوم، إجوا نجمات عربيات، وليكوا الموجود الصحفي وحرام يعني حرام حكى، بس ما كان حدا يسمعه وقت أبدا. قال إنه في نجمات عربيات إجوا وحاولوا إنه هن يحطوا سلاف على الرف، عرفتي كيف؟ فالسؤال كان قاسي مش حلوة، قاسي شوي، مش حلوة، قاسي شوي. فأنا قلت له إنه لا، أنا لو كنت بقيت وقتها ما كنت هلأ، مو أنا لو رجعت هلأ أنا ما رح خلي الناس تقعد ببيتها، معاذ الله. أنا وقتها قلت إنه أنا لو وقتها كنت بقيت، وجميع بتوقع إنه في كم كبير من المخرجين والمنتجين المصريين بيعرفوا تماماً هذيك الفترة كم النصوص وكم العقود وعقود الاحتكار اللي كانت عندي، وكل الناس بتعرف. تندمي على ده؟ على شو؟ على الفترة دي إنك ما استغلتيهاش أو إنها ما استمرتش، ما طولتش، ما كملتش. ناس كتير بتلومني عليا. يمكن لو فكرت بتلومي نفسك؟ أنا ما بحب لوم نفسي، بس يمكن لو فكرت بخيار فردي، بالخلاص الفردي إلي، أكيد أنا بقول لك أنا ندمانة لأنه كانت قدامي الدنيا وردية جدا. بس بهديك اللحظة ما فكرت بخلاصي الفردي، فكرت بخلاصي الجماعي، إني أنا منتمية لمكان أنا من واجب يكون فيه بتعبه. لما كان بأوجه وإن شاء الله بيرجع، أنا كنت كمان بأوجي بكل مكان، لأنه أنا باخد القوة تبعي من منبتي. بس الدنيا خيارات، خيارات حقيقي، الدنيا خيارات حقيقي. وأنا هاد كان خيار من خياراتك إنك مش هتشتغلي مسلسلات تركي معربة. صح. ليه؟ ما بتشبهنا، ما بتشبهنا. و طب ما كتير منها قصص بتهمنا، زي قصص السلاطين مثلا والحكم العثماني. عندنا قصص أحلى في التاريخ وفي الواقع. مجتمعنا فيه كتير قصص. ده موقف سياسي؟ لا خالص. لا، ليه سياسي؟ أنا ممكن أشتغل مسلسل بالصين لو هذا الشيء لامسني. بس حس إني أنا مصدقة، حس إنه أنا ما عندي يعني هذا العدد الحلقات اللي بيخليني أنا مستهلكة. إني أنا عم مثل شيء بيخصني أنا. هذا الشيء مو بس إنه عمل معرب، يعني حتى لو عمل سوري وما حسيته بيخصني، أو عمل مصري وما كان حسيته بيخصني أو بيخص كل امرأة فينا، ما بحس إنه هذا الشيء ممكن يغريني. أنا بدي استمتع. أنا إذا ما هذا هي المهنة اللي بعشقها وبحبها، بكره أكون موظفة، بكره أني أقول حوار وصور وألبس ثياب. بس لا، أنا إنسانة عندي مشروع. ما بتحسيش أنه مش من الحكمة أنه أرائك السياسية تتداخل قوي في اختيارك لأعمالك وقراراتك المهنية؟ ما بتحسيش أن ده أثر على حياتك الفنية بالسلب؟ أنا ما بقول عندي مواقف سياسية، أنا عندي موقف وطني مثل باقي الناس فقط لا غير. لا أنا أحسن ولا شيء، ولا أنا رحت باتجاه سياسي ولا أحزاب ولا لا لا، أنا حدا عادي جدا ببلدي فقط لا غير. المعارضة كلمة جميلة، كلمة رائعة وحضارية جدا. كل واحد فينا معارض، معارض حتى لأي شيء سيء. كلياتنا بدنا بلدنا أحسن بلد بالعالم. فأنا أكيد وقت بيكون في شيء سيء لازم أحكيه، لازم أقوله. أنا بعمل أدوار بحكي فيها ضد الفساد، بحكي فيها ضد وضع راهن، لأنه أنا من واجبي وأنا كفنانة عندي رسالة وعندي شيء أقوله. أنا لازم أقول هذا خطأ. يعني نحن مو مثل ما بيصورونا أنه نحن راضين، لا، كتير في بمجتمعنا وبكل منطقتنا العربية في مشاكل، بس المشاكل لا تعني أنه نحن نهد البيت. صحيح. أنا إذا بيتي في مشاكل ما بهده، أنا بحكي الحق بس بطريقة إني أنا أحمي هذا البيت بس.